من الهزيمة يا كابتن أسامة، ولكن أداء النادي الأهلي داخل الملعب مطمئن. طبعا ما نقدرش نتكلم عن أداء اللاعبين النهاردة، يعني في البداية هارد لك للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني علشان توقف فريق بحجم النادي الأهلي بصيحته بكورته الحلوة دي. لازم تتدخل وتعين حكم مرتشي زي ده. صحيح. حكم مرتشي وزنه زايد، بانت قراراته في أول دقيقة في المباراة، محجم فريق النادي الأهلي في الفاولات. كل ما بتبدا تحط رتم سريع في اللعب عشان تقدر تشتغل تلاقي فاولات كتير خايبه بوقف اللعب. طبعا طرد ايمن اشرف، طرد لا يستحق. الكره ما كانتش اصلا في حوزه المهاجم، لو في حوزه المهاجم وسيطر عليها وبدا يروح هنقول اه فيها كلام. النهارده اصلا المهاجم ما سيطرش عليها، فالنهارده ما فيهاش خطوره. وكمان الكارت الاحمر كان متسرع، حتى لو هي فاول زي ما بقول كان ممكن يبقى فيها انذار اصفر. انذار اصفر لان الكره اساسا يا اسامه معلش يعني ما فيهاش خطوره، هي كره متعلقه يعني لسه الكره لسه متعلقه. قلت لك ان هو بعيد عن الكره ب 25 يارده حتى يا كابتن. لا معلش يا كابتن عادل، احنا للاسف مش قادرين نجيبها، ولكن حتى لو في خطا من ايمن اشرف حتى لو لمسه ماشي هنعتبر ان هو لمسه، لكن انا شايف ان هي بعيده خالص عن المهاجم. كمان بيجري، كلنا اتفاجئنا يا كابتن، والمهاجم بيجري اصلا مش باصص على الكوره، الكره وراه ولسه الكره مش في حوزته. أيوة. عارف لو سيطر عليها يبقى فيها كلام تاني. انا كنت فاكر انه اخطا في الكارت، عاوز يطلع كابتن عادل. انت عارف كابتن عادل بيقول لي ايه؟ كابتن طلع غلط. لا لا هو طلع كارت غلط فهيرجع يطلع. بجد احنا بنتكلم بجد لانه ما فيش